بعد هذا مدري بيا نوي صالي. انا مثلا كنتمنى تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. تعطلت عليكم هذه المره ولكن صراحه ما كانش عندي الوقت نهائيا باش انني نقرا لكم فيديو، رغم انني يعني عندي بزاف ديال الافكار اللي موجوده واللي كنت وعدتكم بانني غنحط لكم الفيديو حول الجنسيه الاسبانيه، يعني بزاف المعلومات اللي كتعلق بهذا الموضوع هذا ديجا بديت كنوجدو ولكن باقي ما كملتو. ان شاء الله دابا نحط لكم اليوم، قلت ضروري غادي نسجل لكم هذا الفيديو هذا يعني بطريقه خفيفه، لان كاين واحد المعلومات ولا واحد المستجدات اللي هي مهمه جدا على واحد الموضوع ديجا كنا هضرنا عليه، على القانون الجديد اللي كنا ديجا هضرنا عليه اللي كنت حطيت لكم عليه فيديو وهضرت لكم على بزاف ديال التفاصيل على موديفيكاسيونس اللي غيكونوا. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو فوق غادي يبان لكم باش تشوفوا اكزاكتامينتي يعني المعلومات المفصله اللي كنت هضرت عليها بالنسبه للناس اللي باقي ما عارفين شي او بالنسبه للناس اللي باقي عندهم بعض الشكوك وبغاو يعرفوا معلومات اكثر. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم فوقاش لا فيتشا او لا فوقاش التاريخ اللي غادي صدقوا عليه ان شاء الله على هذا القانون الجديد للحاجات. قبل ما نقول لكم التاريخ غادي نهضر لكم على او غادي نعطيكم واحد اللمحه يعني عابره، واحد الملخص على هذا القانون هذا اللي غادي يخرج، لان بزاف الناس صيفطوا لي منساخيس كيقولوا لي اختي واش بصح هذا القانون يخرج، شنو خصني يكون عندي، شنو هذا. المهم بزاف الناس يعني عندهم بحال واحد الصوره دابا بيا على 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 هذا الموضوع هذا، ولكن بالنسبه للناس اللي باقي عندهم صوره دابا بيا كنقول لكم حاولوا تدخلوا داك الفيديو هذاك، لان انا تما كنهضر لكم على التفاصيل الممله وهضرت لكم على كل بونتو يعني كل حاجه شنو غادي يكون فيها، اللي دابا غادي نعطيكم واحد اللمحه يعني مختصره باش ما نطولش عليكم. اذا اول حاجه غادي يكون الرايو بارا لا فورماسيون، واحد الرايو جديد كما كنعرفوا كاملين بينا كاين الرايو سوسيال اللي هو صعيب اللي كيبغي مثلا اون كونتراتو دي ترافو اللي الناس صعيب انها تحصل عليه، هادي واضحه ياكو بالنسبه للكونتراتو او بالنسبه للناس اللي كتشوف كونتراتو، لان كاين بزاف الناس دابا كتشوف كونتراتو كتحاول تشري كتحاول تقلب عليه. كاين كونتراتات اللي واصلين 8 المليون 7 المليون، هادشي كاملين عارفينه بيرفيكتامينتي. انا كنقول لكم صبروا ما تعملوا حتى شي حاجه، وقفوا لان ما باقي والو باش يخرج هذا القانون هذا اللي غيسهل عليكم بزاف ديال الحاجات اللي غادي تبداو فيه اون فورماسيون. غتبداو فيه واحد التكوين غادي يكون ديال عام، يعني قبل ما تبداو التكوين غادي تمشيو للاكسترانخيريه غادي تدفعوا الملف ديالكم، بطبيعه الحال خصكم تكونوا خسرتوا التكوين وتسجلتوا باش كتدفعوا للاكسترانخيريه بانكم غادي تقراو وغتلتزموا بالدراسه والتكوين لمده سنه. الا ما كنتوش غتلتزموا فما غتعطاكم شي ريسيدنسي حتى ولا تعطات لكم يعني في الاول يعني كيف غتبداو التكوين وانتوما ما التزمتوا شي فغادي يحيدوها لكم، كونوا اكيدين يعني خصكم تلتزموا بالتكوين باش تاعكم الريسيدنسيا. سؤال اللي جاني بزاف 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 هو واش غنقدر نسافر بهذا الريسيدنسيا؟ كلارو كي بوديس فياخار بيرفيكتامينتي بوركي نورمالمينتي واحد الريسيدنسيا يعني غتكون بطريقه ليغال، غادي تكون يعني بطريقه قانونيه، غادي يكون عندك الحق باش تسافر يعني بدون شك. هذه واحد الحاجه اللي كاملين بكم خوفان ان عندكم ما تقدروش تسافر، بيرو سي كي بوديس فياخار بيرفيكتامينتي سي كي غتقدروا تسافروا. حاجه اخرى اللي جاتني بزاف السؤال اللي تكرر عاوتاني بزاف 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 بزاف، انا عندي واحد التكوين عملته في المغرب او لا انا عندي واحد التكوين عملته في اسبانيا، يعني كاين بزاف الناس اللي في المغرب دابا وسمعوا هادشي او لا هنايا ديجا وعندهم واحد التكوين في المغرب وعندهم دي سيرتيفيكا وعندهم بزاف د الحاجات. فلا كنقول لكم بان لا، الا كان عندكم شي تكوين ديجا عملتوه ما غينفعكم شي، هذاك عندكم سي كتخليوه في السيفي ديالكم كينفعكم في اكسبيرينسياس ديالكم بروفيسيوناليس بزاف د الحاجات في المهارات ديالكم باش تبينوا المهارات ديالكم ايتوزو. ولكن هذا الريسيدنسي هذه خصك ضروري ضروري انك تبدا واحد التكوين اللي هما غادي يطلبوه على حسب المجالات اللي هما محتاجين فيها في سوق العمل باش تقدر تحصل على هذا الريسيدنسي هذه وتكون ليغال، وموراها غادي تكون عندك واحد السهوله فاش انك اكثر اولا توصل يعني تدخل لسوق العمل، تحاول يعني امبريساز ديك الساعه ولا الشركات غادي يطلبوا الناس بزاف اللي ديجا خدات هذا التكوين هذا اللي غتكون فورمالا مهيئه لسوق العمل، يعني تكون عندك واحد السهوله في الخدمه ماشي بحال الرايو بارا اوسيا ماشي بحال الرايو سوسيال القديم اللي بزاف الناس كيتجهوا له واللي هو صعيب بزاف بزاف. ابارتي الرايو بارا لا فورماسيون اللي هضرنا عليه اللي هو مهم واللي اكيد غتجهلوا بزاف ديال الناس لانه هو سهل
وبزاف الناس كتسناه وبزاف الناس كتسقسي عليه وكتقول فوقاش غادي يخرج، انا خصني فوقاش نعملو، انا الاولاني غنعملو بالي موي بيان. هذا دي اون بارتي. دي اوتر بارتي كاين يعني موديفيكاسيون غيكونوا بالنسبه للاستودينتيس، انهم يقدروا يخدموا، يعطيهم ساعات العمل اكثر. كاين بالنسبه لكوانتا اخينا اي كوانتا بروبيا، يعني الناس اللي عندهم مشروع والناس اللي خدامين كونون كونتراتو، يعني باش يعملوا رينوفاسيون دي تارخيطه ريسيدنسيا باش يدوزو من اخينا ا كوانتا بروبيا او العكس، غادي يكون عندهم سهوله، لان كانوا بزاف ديال الحاجات معقده في يعني في القانون اللي دابا باقي كاين. ملي غادي يصدقوا على هذا فغادي تكون واحد موديفيكاسيونيس ولا واحد سهوله بزاف الحاجات. اوترا كوسا حتى هي اللي مهمه جدا، الناس اللي غادي كونتراتاروهم من اوتروس بايسيس، يعني مثلا تينا في المغرب، تينا في بلد اخر، غادي تجيب اسبانيا انك تخدم هنايا، غادي تقترح عليك واحد كونتراتو بوركي غادي تكون سهوله حتى في هاد الكوسس هادو. حتى هي غادي تكون في هاد لا نويفا لي. هادو بعض البونتوس اللي دوزت عليهم مرور الكرام، واخا انني طولت لان بزاف الناس عاودوا لي بعض الاسئله اللي انا كنت ديجا حطيتها في الفيديو، وكنعاود ناكد لكم بانكم تعاودوا ترجعوا الفيديو اللي غنخليه لكم هنايا فوق، غادي يخرج لكم باش تشوفوا اكزاكتامينتي علاش هضرت والقانون شنو هو اي تودو اي سو. دابا غادي نقول لكم اخر مستجدات اللي كاينه اللي غتهمكم بزاف، واللي هي واحد الحاجه مزيونه وغتعجبكم بزاف، يعني اللي كتاكد بان هذا القانون هذا ان شاء الله قريب غادي يتصادق عليه، وغادي يكون غالبا عندنا عليه واحد الخبر في هذا الصيف هذه بدون شك. اذا غادي يكون واحد مجلس الوزراء اللي غادي يتعقد المارتيس كابيني اللي هو الثلاثاء 26 شهر 7 اللي ماجي ان شاء الله، ديال السيمانه اللي ماجا. غادي يحاولوا ما امكن انهم يهضروا على هذا البونتو هذا او يصدقوا عليه، او غادي يكون واحد المهم غادي يكون شي حاجه سيورامنتي على حسب ما كيقولوا بزاف ديال ميديو زي كومونيكاسيون وبزاف ديال البيريوديكوس والمحامين الاسبان حتى هما هضروا على هذا البونتو هذا ويعني اكدوا عليه. الا ما كانش ال 26 دي خوليو اللي هو الثلاث اللي ماجي، اكيد غادي يكون ان شاء الله ال 2 دي اغسطو اللي هو نهار جوج في شهر 8 اللي هو الثلاثاء اللي موراه ان شاء الله. هاد الخطوات هادي اللي غادي يقوموا بها، يعني غادي يقوموا بمناقشه هاد لا لي هادي لا نويفا لي دي اكسترانخيري اللي غادي تكون اللي غادي تفيد بزاف الناس، فان شاء الله غادي يتم غالبا المصادقه عليها، ولا غادي يعطيونا يعني شي خبر. واغلبيه الناس اللي هما المسؤولين الكبار في البلاد كيقولوا بان هاد لا لي هادي ان شاء الله غادي تكون مصادقة عليها غالبا في هاد البيرانو هذا، يعني في هاد الصيفيه هادي، وغادي نكونوا يعني بعد ديسبوزي لاس فاكاسيونيس ولا بعد هاد فاكاسيونيس بعد هاد ما ادري مين مثالي العطله الصيفيه بعد هاد العطله الصيفيه غادي تكون اكيد ان شاء الله المصادقه، وغادي يكون يعني اون نويفا لي ديكسترانخيري، يعني قانون جديد للهجره اللي غادي فاسيليتار الحياه بزاف ديال الناس. بغيت نطول عليكم في هذا الفيديو، حاولت ما امكن انني نعطيكم المعلومات المهمه، حاجه مهمه اللي بغيت نقول لكم حتى هي، حاولوا انكم تخليوا لي كومنتاريوس، تعملوا لي ميوستا بالي هذا الفيديو هذا، حاولت نعملو عفوي جدا، يعني كنحاول ما امكن انني نقول لكم معلومات اللي في راسي بطريقه سريعه، ما نطولش عليكم. خليوا لي في كومنتاريوس كيف جاكم هذا الفيديو، واش عجبكم هذا الفيديو بهذه الطريقه هذه، بوركي ما غنعملوش مونتاج، غنخليه كما هو وغنزلو كما هو. كنتمنى يعجبكم، خليوا لي كومنتاريوس، خليوا لي ميوستا، شاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي كيهمهم الامر بطبيعه الحال، وكنتمنى لكم حظ سعيد كاملين بكم ان شاء الله. السلام عليكم.